ممكن. يعني أحمد، نحن في حضرة وزيرتين فرشتين ومذيعتان الفضاء، كل هذا البهاء على فضاء مشبع بالثقافة والحب والأمل. سؤالي لمعالي الدكتور هيفاء، ويستمر الفرح، اسم يعني ينسجم تماما مع فكرة المهرجان. سؤالي بعد 37 عام، هذا التراكم، وجرش كان مقصدا ولا زال مقصدا لكبار النجوم العرب ومحجا لهم، والكل يتمنى أن يكون جزء من هذا الفضاء الثقافي، ماذا أضاف لكم وأنتم تعدون للدورة 37؟ يستمر الفرح في هذا العام المبارك. كل عائلة أردنية عاشت حالة فرح استثنائية في هذا العام. صحيح. أثناء زفاف ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله، طبعًا الأميرة رجوة الله يحميهم. حالة الفرح هذه بالنسبة لنا متصلة بتجليات الثقافة، متصلة بعملنا اليومي. الأردن دائماً بلد آمل إيجابي، نحن نؤمن أننا مصدر للطاقة الإيجابية للشعب الأردني داخل الأردن وخارج المملكة الأردنية الهاشمية. الفرح يعني مواطنة صالحة، الفرح يعني إنسان يعي رؤيته الشخصية من الحياة، إنسان وإنسانة منتجة، إنسان يحب الشجر، يحب رائحة الياسمين في قريته. الفرح يعني ثقافة، اقتصاد، الثقافة محرك خفي كما تفضلت معي. الفرح يعني حياة سوية دكتورة. أبدا. ومن هنا استمرار الفرح بالنسبة لنا، أن نبني على هذا الفرح الأردني الكبير، وأن يستمر من خلال عملنا من أجل التحديث الاقتصادي والتحديث السياسي والتحديث، ونحن نسير في مرحلة جادة اليوم بأن تكون الثقافة جزء من تحسين نوعية الحياة. وكما تفضلت معالي الوزيرة، اليوم مهرجان جرش مش لنا جميعا، مهرجان الجميع. أصبح مهرجان جرش يستدعي أهم الفنانين العرب، وأصبح مهرجان جرش مدخل اقتصادي رئيسي فبلدية ولم يعد هذا اهتمام محلي دكتورة أيضا. أبدا، اهتمام عالمي، عندنا صناعات ثقافية إبداعية موجودة. مهرجان جرش سيؤثر على الحياة اليومية لأهالي جرش والدخل الاقتصادي، له علاقة بالسياحة، له علاقة كيف نقدم السياحة الثقافية، بأن الأردن مش مجرد تراث مادي، تراث مادي يتفاعل مع التراث غير المادي، قيم، عادات، تقاليد، روح، مشاعر، فرح مستدام، شغف، فكل هذه القيم موجودة في مهرجان جرش، ويستمر الفرح إن شاء الله. جميل. إن شاء الله على طول. الحقيقة يعني أنا معجبة جدا بالشعار، لأنه صحيح إنه يستمر للفرح بعد الفرح اللي كان موجود، وهذا العرس الجميل اللي كلنا تابعناه وكنا حاسين ان احنا كمان جزء منه. صحيح. لانه هو فرح كان عربي، كان عاجبني فيه قوي العادات والتقاليد، يعني من لم يزر الاردن فقد زارها في العرس. صحيح. وشاف كل الاشياء هي الجميلة. كانت يعني زي ما حكت معالي الوزيره دكتورة هيفاء، صدقا كان فرح في كل بيت اردني، شعرنا وكانه احنا اللي عم نحضر عنا عريسنا جوا البيت، وان تحضيراتنا، الشارع الأردني كان في حالة من الفرح، يعني بتمشي بتحسي إنه كل الشوارع، يعني الدنيا كلها فرحانة، الأسواق، عبدا، الناس، فكنا منجهز كأنه في بيوت. بالمناسبة لأن هذا انعكس كعك بعجوة تم توزيعه في بيوت الأردنيين، بس إحنا ما دقناش كعك، انعكس على الشارع العربي. بالمناسبة حندوقك هذا الفرح يا أنا عايزة أقول إن كان في مصر، وأكيد ده أستاذة شفكي يعني رأيها كده برضه، كان في متابعة جماهيرية وشعبية لهذا الفرح كأنه موجود في مصر. أيوة. يعني صحيح. كان في فرحة الحقيقة أكيد اتنقلت على المستوى الشعبي لمصر. ما هو هذا شيء مثل الأردنيين، ما بدنا نفرح لحالنا، بدنا كل الوطن العربي يفرح. بالتأكيد الفنان الأردني كان موجود، التراث كما تفضلتي، الحنة، كان التركيز العادات الجميلة الأردنية، التقاليد الأردنية، كان بسيط ومعبر بصراحة، قريب للناس، قريب، كان أردني بامتياز. صحيح. هو العادات العربية جميلة ومبدعة وأصيلة، يعني كلها فيها أصالة. يعني صحيح. طبعا هي هذه المهرجانات يمكن مثل ما حسيت الدكتورة والشباب، يعني خاصة حتى في مهرجان بابل في العراق نشعر بقدوم الأخوة، الفرح ما يطيق يعني كعراقيين بحضور العرب إلى مهرجان بابل وتمثيلهم لدولهم وبلدانهم، حتى من تكون مناسبة رياضية يكون الاحتضان حقيقي، بأن تشعر بأن أنت لغة الحدود بين البلدان.
وهذا هو الخط الوحيد اللي بعد الحاجز العربي عن الآخر.